بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن مجموعة من الدروس والحلقات حجر الكريمة. اليوم سنتحدث عن حجر ثمين جدا وجميل جدا، إنه الزمرد الكولومبي الأخضر. فيا ترى ما هو الزمرد؟ الزمرد هو معدن، كمثل الأحجار الكريمة هي عبارة عن معادن متبلورة. هو يصنف من أنواع من أنواع معدن البريل. الصيغة الكيميائية هو عبارة عن Be3 AEL2 SEL36، يعني لدينا ثلاث جزيئات بريل تتحد مع جزيئتي الألومنيوم مع ثلاث جزيئات من السيليكا، جزيئة السيليكا اللي هي SEL3، ست جزيئات سيليكا مع جزيئتي جزيئة بي البريل، ثلاث جزيئات ذرات تكون ثلاث ذرات البريل مع جزيئتي ألومنيوم. النظام البيلوري هو هرم منعكس سداسي مزدوج M2 M2 M6، يعني أن لدينا مستوى تماثل M2 مستوي تماثل في مستويات تماثل في ستة مستويات تماثل. اللون الزمرد عادة يتميز باللون الأخضر، لكن هناك درجات من الأخضر، فأفضل أنواع الزمرد هو الزمرد الأخضر الصافي. شرطين اثنين: أخضر كلما زاد خضرة كلما زاد جمالا. هناك بعض الزمرد فيها أخضر مختلط مع الأبيض، هذه ليست جيدة. وعلى العموم الزمرد الأخضر حينما يكون صافي يكون نادر جدا. وصف البلورة: بلورة الزمرد هي كبيرة إلى بلورة جيدة. انفلاق بلوري ناقص 0.001، مقياس موس للسلطة. على العموم مقياس موس للسلطة بالنسبة لي، مقياس موس الذين لا يعرفون ما هو مقياس موس، هو مقياس وضعه العالم موس أو موس، صنف فيه الأحجار الكريمة طبقا لصلابتها، يبتدئ بالتلك وينتهي بالألماس. التلك هو أقل درجة الصلابة، له رقم 1، ثم أعلى درجة الصلابة هي الألماس له رقم 10، وكل درجة أصلب، كل معدن في درجة أصلب من الدرجة التي قبله. الزمرد يحتل ما بين المرتبة 7.5 إلى 8، فهو على العموم أكثر صلابة من المرو وأكثر صلابة من الطباز أو ما يسمى بالياقوت الأصفر أحيانا، ولكنه أقل صلابة من الياقوت والألماس. بريق التعدين زجاجي. الكثافة النوعية، الكثافة النوعية بالنسبة للزمرد هي 2.76. الخصائص البصرية: أحادي المحور. طبيعة الحال بالنسبة للأشخاص الذين لا يعرفون معنى هذه المصطلحات الكثافة النوعية ومعامل الانكسار والصلابة، هناك دروس خاصة أعطيها في قناتي عن هذه الخصائص البصرية للمعادن والخصائص الكيميائية والخصائص البلورية. هذه أشياء مهمة للأشخاص الذين يريدون أن يصبحوا خبراء في أحجار الكريمة. بالنسبة للتغيير اللوني لا يوجد. بالنسبة للزمرد قلنا أنه مكون من سيليكات البريليوم والألمنيوم. بالنسبة للمرتبة، عموما الزمرد يحتل المرتبة الرابعة بعد الألماس والياقوت والزمرد أو الزفير الذي هو الياقوت الأزرق معدن كورونتو. لكن حينما نتحدث عن الزمرد الكولومبي فالأمر يختلف. إذا كنا نتحدث عن الزمرد بصفة عامة، أي أنواع من الزمرد، الأسترالي أو البرازيلي أو الإفريقي، فهو يحتل المرتبة الرابعة في الأحجار الكريمة. لكن حينما نتحدث عن الزمرد الكولومبي الأخضر الصافي
فهو يحتل المرتبة الثانية بعد الألماس، والصافي منه قد يصل إلى الأثمنة أغلى من الماس، فقد يصل القيراط منه إلى 25,000 دولار. الآن سنتحدث عن فاريتي بيريل، يعني العديد من الأشخاص الذين يهتمون بالأحجار الكريمة يعرفون أن الزمرد هو نوع من أنواع البيريل أو البريل، معدن البريل، لكن هناك خلط كبير جدا بين هذين المعدنين. فالزمرد هو معدن البريل، ولكن ليس كل معدن بريل هو زمرد، وهذه حقيقة خطيرة جدا، لأنه بالنسبة للشخص المبتدئ الذي قد يستعمل بعض الأجهزة للكشف عن البريل، فإذا توصل بأن المعدن هو معدن بريل قد يظن أنه معدن بريل فهذا زمرد، وقد يباع له هذا المعدن على أنه زمرد لأنه يحتمل على معدن البريل أو هو عبارة عن معدن البريل. هذه المسألة بالضبط سأوضحها لكم في هذه الحلقة. البريل يوجد في أشكال مختلفة، فقد يكون صافيا، وإذا كان صافيا أي ليس معه شوائب فإنه يكون كالارس، يعني عديم اللون، لا لون أبيض أو بتزجاج، وفي هذه الحالة يسمى بيريل غوشنيت. في هذه الحالة يسمى بيريل غوشنيت. بيريل غوشنيت هو البيريل الخالص أو ما يسمى بكالارس أي عديم اللون، ويكون بيور أو خالص. الحالة الثانية، الحالة الثانية سنراها مع الحالة الثالثة، وسنقارن الحالة الثانية مع الحالة الثالثة، لأن الحالة الثانية كلا الحالة الثانية والثالثة